السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فأتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في أحسن الأحوال بإذن الله. إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنساوش دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد فضلا وليس أمرا. على في هذا الفيديو على تم الإعلان في بعض المؤسسات عن نمط التعليم المعتمد في الدخول المدرسي المقبل، ومن بينهم مؤسسة دار الحديث الحسنية. على صدرت جوج ديال الإعلانات. أنا كاين الإعلان الأول عن انطلاق الدراسة، غيكون يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021 بالنسبة للطلبة المسجلين بالمؤسسين الجدد والقدامى. والإعلان الثاني الذي يتعلق بنمط التعليم، بالنسبة للإعلان تخبر مؤسسة دار الحديث الحسنية طلبتها عن انطلاق برنامج التكوين برسم السنة الجامعية 2021-2022، سيكون بتاريخ 8 شتنبر 2021. واعتبارا للوضع الصحي العام ببلادنا والمتميز خلال الفترة الأخيرة بانتشار العدوى بشكل كبير جدا، فإن المؤسسة قررت أن يكون التكوين خلال شهر شتنبر عن بعد. إذا النمط التعليمي المعتمد في مؤسسة دار الحديث الحسنية في شهر شتنبر هو التعليم عن بعد، ويمكن الانتقال إلى صيغة الحضور مباشرة بعد تحسن الوضع الصحي وتراجع أعداد المصابين بالعدوى. إذا بالنسبة لمؤسسة دار الحديث الحسنية، شهر شتنبر غيبداو بالتعليم عن بعد، ويمكن من بعد ينتقلوا لصيغة ديال التعليم الحضوري إذا تحسن الوضع الصحي وتراجع عدد ديال المصابين بالعدوى. وتخبر المؤسسة أيضا أن اعتماد صيغة ديال الحضور غيكون على حسب فترتين دراسيتين، كاينة فترة ديال الصباحية والفترة ديال الزوالية. إذا الهدف من هذا الفيديو أن بعض المؤسسات التعليمية على بدأت تعلن على نمط التعليم المعتمد في شهر شتنبر إن شاء الله. هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. ما تنساوش إذا عجبكم الفيديو دعمي بإعجاب للفيديو، إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة دعمي أيضا باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.